جدل سعودي بعد الحديث عن قانونية استخدام VPN. دول عديدة تجرم استخدام تطبيقات VPN والتي تساعد في تخطي حجب بعض المواقع والتطبيقات، لكن الحديث ما زال دائرا عن معلومات مغلوطة حول حقيقة تجريمه، فضلا عن الأضرار التي يحملها استخدام هذا التطبيق. خبير التقنية فيصل السيف يحدثنا أكثر حول تأثيرات استخدام VPN. تجريم استخدام VPN شيء صاير في كثير من دول العالم، لأنه استخدام التقنية نفسها في أمور خطيرة تؤدي بالضرر للمستخدمين، الشركات، للمنشآت، للمعلومات بشكل عام، أمر بالتأكيد غير صحيح ولا بد تجريمه. سؤال آخر، متى يتم تجريم VPN في الدول التي تمتلك قانوناً معلوماتياً؟ أكثر دول العالم التي فيها قوانين معلوماتية عن أمن المعلومات تجرم استخدام VPN في أمور غير قانونية، في أمور انتهاك خصوصية، في أمور نقدر نقول لها تبعات سيئة في المجال السباني. طيب، ما هي الخطورة منه؟ لماذا ينصح بالابتعاد عن VPN رغم توفره بمتاجر الهواتف؟ الفكرة أنه هالتطبيقات موجودة، استخدامها موجود، توفرها في المتجر ما يمكن حجبه بالطريقة المتوقعة. يظن دائما أنصح بالابتعاد عن هذا النوع من التطبيقات، كون إنه هي فكرة حجب أو حجب بعض المواقع جاية من أسباب، هذه الأسباب دائما تكون صحيحة، بينما وجدت لحمايتكم فليش نرجع نتخطاها.